احنا يمكن بالعراق نصدر قرارات اكثر مما ننتج بيض والدجاج في الدواجن، ولكن لا تحترم هذه القرارات ولا تطبق. اتحداك تجيب لي مواطن عراقي الان منو ما يحترم؟ لا المواطن العراقي يحترم القوانين ولا المؤسسات تحترم القوانين ولا الذي ينفذ القوانين لديه الرغبه في ان يمضي هذه القوانين. ليش؟ لانه يدرك تماما انه هذه القوانين لا تمضي على الجميع، وان هنالك من يعطل القانون، وان هنالك من يمنع انفاذ القانون، وهنالك من يتجبر ويتفوق ويتعامل بفوقيه مع الدوله. يعني هذه القوانين وهذه القرارات لا تمضي على زعامات سياسيه ولا زعامات دينيه ولا زعامات حزبيه ولا زعامات حتى اعلاميه ولا مؤسسات اعلاميه لا تعترف احيانا. ثم انه هنالك الكثير من الفضائيات التي يشتكي منها البعض لا تبث من العراق لديها سلطة فوقية، بل أن هنالك في الدولة العراقية الآن إذا حضرتك بقناتكم تستدعون شخصية سياسية، القنوات اللي ذكرها أستاذ رعد مثلا، لو تستدعي أي شخصية أو أي زعامة عراقية راح يكشخ ويخلي عطر كريستيان ديور حتى يطلع عليها ويفرح، بينما إذا تستدعون قناة الأيام يجوز راح يخلي عطر زيتي من هذا أبو الألفين دينار أو ما يخلي عطر. ليش؟ لأنه تلك القنوات أولاً تمتلك قدرات هائلة تنفيذية وأموال هائلة وحرفة، وبإمكانها أن تذهب بجميع الاتجاهات إلى جمهور أكثر وتذهب بجميع الاتجاهات، يعني ما عندها حدود.